البرنامج الوطني لمكافحة المنشطات، برنامج أعدته الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات من أجل ضمان مشاركة الرياضيين المغاربة في الألعاب الأولمبية باريس 2024. أبرز محاوره استعرضت خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الوكالة بالرباط. كان واحد البرنامج حافل بعدة برامج اللي فيه من بين التحسيس والتربية وكذلك يعني عمليات مراقبة مكثفة على حسب المتطلبات للمتطلبات الدولية على أساس كل رياضة على حدة. البرنامج بدأ في 14 من يناير واختتم في 17 من يوليوز 2024، خضع من خلاله 136 رياضياً ورياضية ضمن 19 تخصصاً للمراقبة، وذلك بالتنسيق مع 18 جامعة ملكية مغربية رياضية وبمشاركة 6 جامعات دولية في المراقبة. لكل رياضة متطلبات، وبرنامج مكافحة المنشطات عمل على احترام متطلبات وتوصيات منظمي الألعاب. المتطلبات تتمثل على الخصوص في مراقبة وتحسيس مختلف الأبطال المؤهلين للعرس الأولمبي. البرنامج الذي يسبق ألعاب باريس أجرت من خلاله الوكالة 128 عملية مراقبة و390 فحصا مقارنة ب176 قبيل دورة طوكيو. ألعاب القوى حظيت بحصة الأسد بنسبة 61.5%. هذا وسهرت الوكالة على إعداد برنامج تحسيسي للرياضيين بشكل حضوري وعن بعد.